السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة. نبدأ المحاضرة الثالثة بالميديكال إثكس، Principles of Medical Ethics in General. هذا بشكل عام، مثل ما قلت لكم بداية المحاضرة الأولى، أنه أحذروا من التايتل. كثير من الطلاب حقيقة بالامتحان النظري، يعني من يجي السؤال مثلا write down the principles of medical ethics in general or key elements مثلا يعني key elements of healthcare or what is the steps for the healthcare of patient وهكذا. اكو titles حتكثر عندكم، لازم تميزون، تخلوا لكم علامات فارقة، لأنه ممكن يجي سؤال كامل مثل ما حدث كثير السنين السابقة. يعني يروح الطالب wrong way و wrong answer، كله يكتب غيره. يعني نعم هي متشابهة، نعم قريبة مع بعض، لكن لازم تفرقون بين هذا التايتل وهذا الآخر. المهم in general القواعد مال medical ethics: physician shall provide medical care with compassion and respect for human dignity. يعني هذه من الأولويات ومن القواعد يعني أخلاقيات وسلوكيات مهنة الطب، أنه هو هذا هدف الطبيب، يعني ويا عاطفة compassion ويا احترام ويا human dignity. هذه من ينساها الطبيب حقيقة، وابتداء من طالب الطبية أثناء تدربه في المستشفى، من يعني ما يقوم يحس أنه المقابيلة هو patient مريض and he is ill and he needs his compassion, his respect. خلص يعني المهنة مثل ما تذكرون أول سلايد كان بالمحاضرة الأولى، أنه أحد أسباب أنه صمدت هذه المهنة ولمئات وآلاف وملايين السنين تقدر، أنه بسبب هذه الأمور اللي ممكن واحد يعتبرها بسيطة أو هي شنية أو هي تجي أو سهلة، لكن اللي يعني نشكر اللي حافظ على هذه المبادئ وصلت إنه، والمفروض إحنا نستمر على هذه المبادئ. و physician shall uphold the standard of professionalism, be honest in all professional interaction. الثاني إنه يكون صادق وأمين باختصاصه، لأنه أنت بالمقابل أنت بروفيشنال، أنت مختص، والمقابل مقابلك هو لي عامي ما يعرف شيء. أنت تقدر تقول له أنه ضروري تسوي عملية، هذا اختصاصك، فتكون أنت صادق وأونست، هل هو فعلا يحتاج عملية؟ وهكذا تدخل في كل الاختصاصات وفي كل المجالات. هل هذه تحتاج الامرأة الفقيرة أو اللي ممكن ما عندها، هل أنه ضرورة سيزيريان يعملوا لها عملية قيصرية لو هو بنفت للطبيبات. هذه يعني هذه جنرال، وهذه قواعد إذا عبرناها وإذا تخطيناها و and we don't care، لا نهتم. المهم ليش نقول يعني من البداية واحد يخلص نيته وتفكيره، وتجي إذا الفلوس والشهادة كلها تجي، بس النية أنه أنت هل هي مادية فقط أنت تريد، وهدفك أنه هكذا، هذه تختلف. Three, physician shall respect the law. طبعا أكو قانون، أكو يعني لازم بالمؤسسات وغيرها، وتشوف يعني مسؤولية responsibility،
وكلها تصب في the interest of the patient. يعني سؤال طبعا صعب جوابه، كيف إذا الله تعارض؟ يعني بالخارج موجودة هكذا. اللي أجيب لكم مثال اللي المر عليه كدرس كامل اللي هو موت الرحمة، كيف إذا طبق مثلا، طبق عندنا أو كذا، أو أنت في مكان أنه يقول لك هذا موجود، هذا بالله، يعني هذا بالقانون، أنت يسمح لك موت الرحمة لهذا المريض، زين، وكيف أنت مبادئك الطبية وكيف أنت دينك و... نعم. Physician shall respect the right of patient. حقوق أكو كثيرة إحنا متجاوزيها، إن شاء الله نمر عليها واحدة واحدة، عسى أن تبقى بأدمغتنا وأذهاننا وما ننساها من إحنا طلاب. Shall continue. طبعا مفروض ظل يستمر، ونحن نقرأ ونبحث، و وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ونشوف نفسنا إحنا بعدنا نحتاج، وبعد وبعد. A physician shall recognize responsibility to participate. طبعا أن يكون هو مشارك بالأشياء الصحية الاجتماعية الخيرية، يعني مو مسألة هو عازل نفسه، أو يعني أنا اختصاص وأنا متكبر وما أدخل ولا أساعد بس لا. طيب هذيك مثل ما قلنا كانت in general principle of medical ethics in general. الآن in general، يعني الآن نطب إحنا ال principles اللي تتعامل ويا ال healthcare. دخلنا بأعمق، أكو أشياء أساسية كثيرة طبعا، هي بس من الأساسيات اللي هي هذول الأربعة هذه، من يعني إذا ما تطبق تجاه المريض صعبة جدا أنه تستمر الأمانة، وصعبة أنه تستمر يعني الأثكس أنه يستمر. Autonomy, Beneficence, Non-Maleficence and Justice، اللي ممكن تسمى Key Ethical Principles in Patient Care. الآن ذاك جنرال، الآن طبينا بعمق كيف مع المريض، وحناخذها طبعا حتى هذه بالتفصيل. يعني بالنسبة أولا autonomy، هو يعني اختياره، له الحق. Respect of patient choice must protect and promote the choices patient and respect self-determination. يعني اختياره بالنسبة لخيارات العلاج و والدايغنوزز، وحسب إمكانيته، هذا ما تقدر تجبره. أنت لازم تروح هيك، أنت لازم تأخذ هذا الدواء. يعني طبعاً تعلمه، تقول له إنه هذا لمصلحتك وكذا، بس أكو بدائل، تريد هيك تريد هيك، هو هذا هو الخيار إله. In the case of immaturity of the patient، هذه حالات أخرى مثلاً. نعم، the physician shall not force the patient to take certain treatment without his willingness or without his يعني agreement. لكن أكو حالات طبعاً نانها اللي بالنص، إنه في حالات اللي mental loss of consciousness، فاقد للوعي، و mental retired، يعني عقليته هذا هو ما واعي مو عاقل. الchildren دولة طبعا تقول شلون، يعني همينا خليه والله بكيفه يختار او يخربط؟ لا، حطوا قوانين وحطوا بدائل. family or اي واحد ما عنده family، منو اللي جابه، منو اللي معيل، nearest relative اي قريب اله، زين، هذا يكون بديل لانه هو يختار. بعد ما انت تشرح له with education information patient is more، طبعا هذه يعني هذه طريقة اللي دائما نحكيها، وهي موجودة بمجتمعاتنا وبالذات مجتمعنا. يعني هذه الطريقة مال 50 و60 مريض باليوم وهكذا، وبيور يعني ميديكال ودرجز، ما بي يعني هذا اكو education
اكو information اكو history زين وهي والان ينظروا لها الى collaborators in health decision يعني هي تعاون بين الاثنين لاخذ القرارات. نعم انت تقول لي جزء مجتمعنا جاهل وما ممكن يوصلون ذوك المجتمعات يعني ما مثقفين انت علمه ما بيها شيء يعني اللي من ضمن مجال المرض مالته والكذا احكي له بس سطر سطرين حيفتهم مو صعب انه حالتك كذا ومتطوره وبستيج يعني مو الا التفاصيل ستيج هل قد وتعرف له لا انت في مرحله متقدمه من المرض و والحاله تحتاج يعني اما دراجز تستمر عليه سنين او عمليه وهكذا بس اما ما تكتب وتدز راسا مثلا بدون حكي كثير يشتكون مرضى من هذا يعني انه ما جاوبني ما حكى وياي ولا رفع عينه علي ولا راسا دز قال لي عمليه او راسا قال لي هذه ما يتعامل ويا بشر ما متصور الحاله لأن هو مستعجل أكو 60 واحد ينتظر برا العيادة كل واحد على 30 ألف وحسب. This principle of respect for autonomy forms the basis of consent and confidentiality الخصوصية confidentiality of ethical practice. أنت من تحترم ال when you respect for autonomy يعني من مالته هو يختار وهذه يعني أحد أساسيات الخصوصية. النقطة الثانية بالهيلث كير اللي هي كي يعني كي ethical أو كي principle ethical issue toward patient in health care هو to do good beneficious من benefit and the doctor is expected to use all his knowledge and training for the good of the patient. The best interest of the patient must take over any other consideration. مثل ما قلنا لا موضوع مادة ولا شهرة ولا تنافس مع زميل آخر ولا يعني شو بزنس ولا كذا وانت الهدف انه هو الانترست of the patient انه يعني صحته فوق هذه الأمور. وهذا اللي انت سبب دخلت بالكلية وهذا السبب انه احنا نسوي القسم الطبي و The principle of beneficence قاعدة الفائدة extend not only to the patient but also to the society and include the doctor's role in public health prevention disease and research. طبعا يعني يحاول الطبيب انه مو بس على فقط المريض مثل ما قلنا يعني من يشرك المجتمع ويدخل في مجال اللي هو public health موضوع إذا كانت البحوث أو prevention of disease كيف تمنع الأمراض يعني مو بس يكون مثل ما قلت لكم البداية أو يعني دائما يسموه مثل ما قلت لهم طلاب الصيدلة يعني دائما الترند أو يعني التوجه تفكير الاورينتيشن مال طلابنا مال مجتمعنا انه يعني الكل سريري وهو رقم واحد وراح هذا بس بقى عندنا مجتمعاتنا يعني اللي معتمده 100% على العيادات الخاصه هذا بالعالم ماكو شيء شوف هو يعني السريري الطبيب السريري او الاخصائي هو الاختصاص بهذا هو بنفس الوقت يشتغل public health يريد يساعد على مستوى مجتمع ومنطقته وفئة أكبر مما أنه بس مريض يجي واحد دي يفيده وهذا يكون عن طريق أنه يشارك بال يعني يشارك بالprevention أيضا يشارك بالبحوث الريسيرش فسوى دور كبير فصار يعني صاروا أكثرهم هم public health physician يعني هو همين جراح وهو همين بنفس الوقت يشتغل prevention وهو باحث وهكذا نعم تلقي أنت طبعا تلقي بالتعليم إحنا
يعني هذه ممكن تحدث العفو تليفون يعني هذه ممكن أنت تشوفها بالتعليم وزارة التعليم مالتنا ولا غيرها يعني حتى بالدول العربية يعني شلون من ضمن أنه لازم أنت تسوي بحث وتدرس وكله وقسم هم يعني من تعينه وهم سريري إذا جراح ولا غيره فهكذا لكن مثلا عندنا مثلا جماعة الصحة تشوفه ضعيف بهالمجال اللي يعني مو على التعليم تشوفه مثلا موضوع الريسيرش موضوع الببليك هيلث مثلا هو على الصحة أخصائي جراح مثلا يعني ما كلش يفكر أو توجهه في هذه الأمور يعني بسبب انشغالاته طبعا ضغط عليه وتوجه يعني ترند ويعني اورينتد انه هذه مو ذاك الأهمية وفي مجتمع نون مالافيشنس يعني هي هذيك قلنا انه الفائدة هذه انه انت ما تتصرف شيء خطأ against the patient وهو أساس مهم يعتبره بالنسبة للطبيب this principle places a duty on the doctor to work in caution in his medical practice in order to protect the vulnerable patient from any harm يعني أكثر شيء هي مثل ما ذكرنا مثال إذا كان نسائية ولا غيره ولا يعني vulnerable هذه الكلمة هم الضعيفين الإرادة ضعيفين يعني طبعا ينشمل منهم الchildren الwomen يعتبر vulnerable patients أكو جماعة مثلا السجون المخيمات زين النازحين في أي مكان بالعالم ما مسموح لنا أنه not to act wrongly لأن هم في ضعف إحنا نستغل إذا كان بحث سحب دم غيره إعطاء دواء تجربة مدري شنو هذه ما مسموح هذا مو أخلاق not unethical medical practice وإن شاء الله نمر عليها بالتفصيل شوف أحداث العالم شنو سووا بالعالم بالناس the harm نفس النقطة could be نفسه مال not to act wrongly شلون يعني تقول لي يعني احنا شلون نتصرف خطأ could be physical could be psychological social physical harm can result for side effect of مثل ما حكينا drugs مثلا violation or insufficient consent can cause violation مثلا إهانة تهين المريض أو يعني تعير في شيء لون البشرة مالته أو أصله أو كذا زين أو ما تعطي حقه يعني بالوقت ولا بال ما تخليه يحكي وهكذا هذا حيؤدي إلى psychological harm طبعا الثقة حتنعدم الدراجز يعني ما راح ينفذ تعليمات اللي انت حكيته بالنسبه له كذا زين وهذه تحدث طبعا حتى عند يعني اللي مثلا هم كرونيك ديزيز عندهم هذا الاتش اي بي تي بي ليبرسي الجذام هذا يعني يعني دول اللي هم كرونيك وهو نفسيته بلا كذا وانت تجي اكثر بعد فهذا انت سويت له you act wrongly وأديته it is not always possible to completely eliminate all risk of harm drugs have نعم هذا يقول لك انه انت يعني ما تقدر انت تمنع كل الهارم اللي هنا هو مبدأ انه not to harm non malicious or not to act مرات انت اكو شيء يعني العملية بها complication العملية بها ألم drugs أكو بها side effect chemotherapy and cancer بسقوط شعر وغيره وأمور كثيرة هكذا يعني
هذا أمر واقع تحاول تشرح لي إياه، مو معناه تأذي لا، بس هذا فتشي لابد منه. طبعا هذا جستس، هذه هم فد يعني فد فد محور ومفتاح جدا مهم بمهنتنا، انه انت يعني حتى بهذا الرسم يعني مبسط، انه لازم بين لون البشرة تعدل، بين اذا معوق او امرأة او رجل او سمين او ضعيف وهكذا، هي كلها هم كلهم سواسية. انت زي ماكو في اي بي تهتم له وذاك ما تهتم له. في اي بي يعني ذول المهمين على اساس، والسياسيين وغيره، يعني هذا اصرف الادويه مثلا وكذا، ما موجود يعني قصدي بيها مفردات قليله، ومن يجي الفقير او اللي ما حد يعرفه ما حد يسلم عليه كذا، هذا اقول له ما عندي اسف، هذه جاستس هذه عداله. قلت لكم بالبداية يعني مو هي تدخل رقم واحد الدين. إذا إحنا صدق مسلمين كل هاي موجودة بديننا، إذا إحنا صدق مسلمين حقيقيين يعني مع الأسف هم دا يملون علينا هذا العلم اللي المفروض إحنا أولى، وإحنا نطلع هذا العلم قبلهم. بس على كل principle of justice نعم in the healthcare، تبهوا قد مهمة هذه. It refers to fairness and non-discrimination in medical practice، يعني fairness عدالة ومساواة، non-discrimination ماكو تمييز مثل ما قلنا بالألوان بالصحة، هذا هيك هذا صغير هذا كبير. The inequality in society should not bias the doctor، يعني عدم مساواة المجتمع إذا كان فقير وكذا لازم ما يخلي الطبيب بايز تحيز. دكتور ياسين سيعطيكم عن محاضرات اللي بالستادي ديزاينز والتايبس اوف ستادي، فبايز تحيز انه ما يصير انت مثل ما قلنا هاي امثله عدم مساواة، ومتوقع انه انت يجيك فقير وغني وهذا مهم، وهذا ما يخليك انت تتحيز بالنسبه للتريتمنت كواليتي اوف كير اوف بيشنت. هذا تفحصه زين، هذا لا، هذا تحاسب تحاسب كل شيء بحسابه. Every patient has equal access to the standard of care regardless of their gender, race. ما لك علاقة أنت يعني هذا شنو مالت الدين يعني، وهذا طبعا يعني أكثر برا، إيش حد مثلا اللي طبيب يعني إيش اسمه، أكو طبعا محاكم أكو قانون أكو كذا، يعني حتى اللي هو مثلا ده يفحصه وقلد عليه او قال له كذا ينطرد ينفصل من العمل راسا. ما لك علاقه انت شو سوشيال ستيتس او ابيليتي او معوق او غيره او جاي، انت تسوي واجبك، لان واجبك انساني، واجبك ديني، واجبك شفناه من ملايين السنين هو مقدس وهو محترم، والناس كلها تشعر أنه هو هذا، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الناس تحب الطبيب بسبب أنه الله سبحانه وتعالى خلاه سبب إلى المداراة والصحة وإعطاء الدواء والشفاء بإذن الله. In conclusion, all patients should have equal access to medicine، كلهم متساوي زين، including the following aspect: justice in the level of medical care. كل دي يحكي يعني على الجستس، على العدالة بالرعاية متساوي، بالريسورسز إذا كانت أدوية ولا غيرها، ولا in the time كلش مهم time، مو هذا على السريع وما فحصه ويطلع تالي هو عنده فد كرونيك ديزيز أو فد تيومر برين تيومر، أنت عبرك ما مهتم له. fairness in respect of patients نعم fairness in respect of patient moral value، هذه مهمة أيضا، يعني أنت تحترم مالت ال، إن شاء الله تصير فرصة أكو فيديوهات يعني على هذا الموضوع من نمر عليها باللكتشرز، ذكروني عليها أنه ك
كيف مبين لك بالفيديو ان شلون يحترمون يعني الصيني هو يحترمون مالت الكلتشر مالت الاعتقاد محترم لانه يريدون يوصلوا له انه شنو الصح ويا هو الدواء يعني الافضل. فلازم يستمع لازم يتقبل الكلام مالته انه هو شنو ده يعتمد لعد الهربل هربل اللي هو الاعشاب مثلا وهكذا. The fifth right الخامس من حقوق يعني طبعا هي كلها حقوق البيشنت المريض اللي مرت علينا لكن هذه مؤكدة كنقطة هي الخصوصية يعني confidentiality of the patient is a matter of respecting the privacy of patient and encourage them to get medical care. Sensitive information about the patient life which is embarrassing or harmful if seen by other people. يعني هذه طبعا مسألة مع الأسف موجودة عندنا بمجتمعاتنا. هذه موجودة مع الأسف في مجتمعاتنا يعني حتى الطبية مناطقنا. شوف يعني في يعني ماكو هذا إحراج كبير جدا وخطر يعني أنه يفضح مريضة بالقعدات يسولف مثلا جاني هيك مريض وهذا ممكن حاكي له كل تفاصيل حياته الاجتماعية اللي سببت الأمراض العضوية الأورجانيك والكذا. لازم نحذر أنه يعني الكتمان أنه هذا السر أنت عرفته من مريضك أو من غير طبيب قال لك مثلا ما المفروض تنقله إلى أقرب الناس لك إلى عائلتك ما تحكي. إذا هو سمح لك أو هو موجود وحكاها قدام هاي واحد المريض بس مال أنت هذا إفشاء سر وفضيحة أن تتكلم بتفاصيل ومرض وهذا هاي هيك مصابة وهاي هيك جدتي وهذا هذا هيك عنده وهذا هيك ما يصير. نكمل على المحاضرة بعد إن شاء الله الأسبوع القادم وشكرا جزيلا.